لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم سوء العذاب، أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم، وذلك خشية نموكم، يقتلون الأبناء، يقتلون الذكور خشية كثرة بني إسرائيل، وأن يخرج منهم من يكون زوال ملك فرعون على يديه كما كان في الرؤيا التي رآها فرعون. ويستحيون نساءكم، أي فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحيا على وجه المنة، على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة. يعني الذكور يذبحون والنساء يتركون للخدمة. قال: فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم. وفي ذلكم أي الإنجاء، في هذا الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، وهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر سبحانه منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة. ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده، أي من بعد ذهابه، ذهاب موسى عليه السلام للقاء ربه. وسيأتي تفصيل ذلك في آي وسور القرآن فيما بعد. وأنتم ظالمون، أي عالمون بظلمكم، قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا، فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون. وذلك أنهم لما عصوا الله عز وجل وعبدوا العجل كانت التوبة في شريعتهم أن يقتل بعضهم بعضا، وذلك ليتوب الله عز وجل عليهم. وهذا من الآثار على بني إسرائيل التي خففها الله عز وجل عن هذه الأمة. وكما جاء في التفاسير كابن كثير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم غشيتهم ظلمة وجعل يقتل بعضهم بعضا، حتى ذكر أنه قتل في يوم واحد 70,000 أو نحو ذلك، وعفى الله عز وجل عنهم وتاب عليهم. ولذا قال: لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله عز وجل على ذلك. قلوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.